حقوق الزوجين؟ الإسلام يحرم أيما امرأة دعاها زوجها إلى فراشه فأبت لعنتها الملائكة حتى تصبح، لعنتها الملائكة حتى تصبح. ومن حق الزوجة على زوجها، على زوجها أن يحرص الزوج على إعفافها، أن يحرص الزوج على إعفافها. عف الزوجة، عف الزوجة. ومن حق الزوجة على زوجها أن يحرص الزوج على البقاء مع أهله وأولاده وذريته. هناك من الأزواج من يبقون على آلات الجوالات الساعات الطويلة، هناك من الأزواج من عكفوا على الواتساب وعلى الفيسبوك وعلى تويتر وعلى غيرها، ربما الساعات الطويلة وزوجته منتظرة له لتسمع الكلمات الطيبة منه، وزوجته متهيئة له وهي لا تزال في صالة الانتظار منتظرة له في غرفة أو في نفس الغرفة. اتق الله، هذه زوجة لها حق. اتق الله، هذه زوجة لها حق. اتق الله، هذه زوجة لها حق. الواتساب له وقت، معك فيسبوك معك أوقات، أما من الصباح إلى الليل معك أعمال وفي الليل توفي فوق الواتس، لأهلك عليك حق. بعض الناس ما عنده مناقشة لحياته الأسرية مع أهله، لا يبقى مع زوجته ليتداركوا ما عنده وما عندها. لا. محاضرة قيمة للشيخ الفاضل وهبان ابن مرشد المودعي حفظه الله، كانت بتاريخ 2 من شهر شعبان لعام 45 و400 ألف الهجرة، ألقيت بدار الحديث بمفرق حبيش حرسها الله اليمن، وإليكم المادة المذكورة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أسأل الله لي ولكم في هذه الساعة النجاة من كل بدعة وضلالة، ونستعيذ بالله من سخطه وغضبه وعذابه والنار. أيها الإخوة الكرام، في هذه الليلة التي نسأل الله خيرها وخير ما فيها، ونستعيذ بالله من شرها وشر ما فيها، أسأل الله العظيم لي ولكم مغفرة الذنوب وستر العيوب. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يدخلون في قوله: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. كما أسأل الله أن يبارك في الشيخ العلامة الداعية الكبير الناقد البصير عبد العزيز البراعي حفظه الله، وبارك فيه وفي عمره وفي أهله وذريته وفي داره، وأسأل الله أن يجزيه عنا وعنكم وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. فأمثال هؤلاء يعتبرون من نعم الله سبحانه وتعالى على عباده، فإن النعم كثيرة، وإن وجود أهل العلم من النعم التي حق للمسلمين أن يشكروا الله عليها وأن يزيدوا في الثناء على الله
وأن يدعو الله سبحانه وتعالى أن يحفظ لهم العلماء، وأن يحفظ حملة هذه الشريعة، وأن يجزيهم عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. فنسأل الله أن يبارك في الشيخ، وأن يطيل في عمره في طاعته، وأن يبارك في أهله وذريته وداره، كما أسأل الله أن يبارك في هذه الوجوه الطيبة التي تركت الدنيا وجاءت إلى بيت من بيوت الله تريد رحمة الله. أسأل الله أن يرحمنا وإياكم برحمته، وأسأل الله أن يبارك للعريس وهو عمر ولد الشيخ العلامة عبد العزيز البرعي حفظه الله، نقول له بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينك وبين أهلك في خير، فهو السبب في زيارتنا لإخواننا في هذه الليلة، فندعو له وأنتم تؤمنون. نسأل الله أن يبارك له وأن يبارك عليه وأن يجمع بينه وبين أهله في خير. نسأل الله أن يخرج منه ذرية صالحة تنفع الإسلام والمسلمين، وأن يقر عينه بأهله وأن يقر عينها به، وأن يجعلهم على ألفة وخير وسعادة. كما أسأل الله في هذه الليلة من كان عازبا أن يسهل له بالزواج، سيؤمن الشباب من داخل أكيد. أسأل الله من كان عازبا أن يسهل له بأمر الزواج، ومن كان مزوجا نقول يزيد الثانية لا أن يصلح له أهله وذريته، كما الدعاء بالثانية سيسبب لي مشاكل عندكم. أسأل الله سبحانه أن يصلح له أهله وذريته، وأن يؤلف بين القلوب على الخير، إن ربي سميع الدعاء. أيها الإخوة، نحن في هذه الليلة في ليلة عرس، وأتوقع العروس موجود، وأتوقع أن العروس في هذه الليلة أسأل الله أن يوفقه، الدقائق عليه بطيئة مستعجل، لكن الصبر خير، والمواعظ فيها قرع للقلوب وإصلاح لها، ونسأل الله أن يعيننا وإياكم على ما فيه الخير والسداد. وهذه الليلة بالنسبة له ليلة وداع بإذن الله للعزوبية، والله أعلم فوق من تطرح العزوبية من زملائه وأصحابه، لكن هو في هذه الليلة إن شاء الله بإذن الله أنها آخر ليلة من ليالي العزوبية. أيها الإخوة الكرام، أحببت أن أذكر نفسي وإخواني بشيء من حقوق الزوج على زوجته، ومن حقوق الزوجة على زوجها، لا سيما ونحن في عرس. فهذا الكلام من كان مزوجا أرجو من الله أن ينفعني وأن ينفعه به، ومن كان عازبا سيقول ماذا لي. طيب، هذا الكلام للمزوجين، فما لي من كان عازبا؟ نقول من الحكمة التعلم للشيء قبل الدخول فيه، فمن تعلم الشيء قبل الدخول فيه إن دخل فيه كان متقنا له، لا ينتظر أن يدخل ثم يتعلم، بل المطلوب أن يتعلم ثم يدخل. أيها الإخوة، الزواج هو نعمة من نعمه سبحانه، بل جعله الله عز وجل آية من آياته. قال الله: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات. فانظر إلى قوله ومن آياته، أي أذكركم أن من الآيات التي جعلت هي آيات أو هي آية الزواج. وقال عز وجل في كتابه الكريم: هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. هكذا جعل الله المرأة للزوج، وجعل الزوج للمرأة. فالرجل إذا لبس اللباس تغطى ولم ير الناس عورته وستر نفسه، وهكذا إذا تزوج لا ينظر ولا يفكر في الحرام،
إلا إذا كان ممن استزلهم الشيطان. وهكذا المرأة إذا تزوجت سارت كما سمعت. وهكذا أيضا أخبر الله عز وجل في كتابه الكريم عن هذه الآية التي هي آية الزواج في آيات كثيرة: وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. وذكر الله أهل الجنة لأهمية الزواج ولأهمية ولحاجة الرجال إلى النساء، ذكر الله عز وجل الحور العين وجعلهن من النعم في الجنة: حور مقصورات في الخيام. وهكذا قال الله: إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. والشاهد: وكواعب أترابا، والمراد الحور العين. وهكذا أيضا أخبر الله عز وجل عن هذه الآية في كتابه الكريم أن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام كلهم تزوجوا. وأخبر عز وجل أنه ما أرسل من نبي إلا جعل له أزواجا وذرية، دليل أن الزواج هذا نعمة كبيرة ونعمة عظيمة من نعم الله سبحانه وتعالى. ولما كان الزواج آية من آيات الله وصف الله هذا بقوله: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم، دليل أنه لن يكون زواج إلا من الإنس للإنس، أما من غيره فلا يجوز على قول بعض أهل العلم. فلا، فجعل الزواج بين الإنس فيه الأنس، بخلاف ما قد يحدث من التعامل مع الجن فهو من غير جنس ومن غير الأنفس التي في بني آدم. ثم ذكر الله مصالح الزواج بقوله: لتسكنوا إليها. فالزوج يسكن إلى الزوجة والزوجة تسكن إليه، فبمجرد أن يتزوج الرجل يحس بالسكون والهدوء والاستقرار، وبمجرد أن تتزوج المرأة أيضا تحس بالسكون والهدوء والاستقرار لتسكن إليها. ثم قال عز وجل: وجعل بينكم مودة ورحمة. فبين الزوج والزوجة مودة، وبينهما رحمة، وبينهما مما يأتي ذكره بعد بإذن الله. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أيها الإخوة الكرام، لما كان الزواج من الآيات العظيمة الكبيرة بين الله عز وجل أن هناك حقوق لا بد أن يقوم بها الزوج للزوجة، ولا بد أن تؤدي الزوجة الحقوق لزوجها. لماذا؟ من أجل أن تستقيم الحياة الزوجية وأن ينشأ المسلمون نشأة طيبة. إذا حصل الزواج هنا تكثر الأمة الإسلامية، ويكثر هذا النسل البشري، ويكون المسلمون أعدادهم كثيرة. فدعا الله إلى إعطاء الحقوق من أجل أن تستمر الحياة الزوجية كما شرع الله وكما أراد الله سبحانه وتعالى. ومن لم يؤدي الحقوق هنا سيؤدي الحقوق في يوم القيامة. قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقاد للشاة الجلحة من الشاة القرنة. الحقوق ستؤدونها في يوم القيامة، هذا الذي ما يؤدي الحقوق ها هنا. فالزوج إن ظن أنه بقوته سيمنع الزوجة حقها فسيؤدي حقوقها هناك، والزوجة إن منعت زوجها الحقوق ولم تؤديها هنا ستؤدي الحقوق في يوم القيامة. وفي يوم القيامة إنما هي حسنات تؤخذ، إنما هي حسنات تؤخذ. لن تستطيع أن تعطي الحقوق في يوم القيامة
إلا من حسناتك، ولن تستطيع المرأة أن تأتي بالحقوق للزوج إلا من الحسنات. هذا إذا لم تأتي بالحقوق ها هنا ستأتي بالحقوق في يوم القيامة. فسأبدأ معكم بذكر حقوق الزوج على الزوجة، حقوق الزوج على الزوجة. ابتدأنا بذكر الرجال لأن هذا هو الوارد كثيرا في القرآن الكريم، أعني أن الله سبحانه وتعالى يدعو إلى إعطاء الحقوق، وجعل الرجال يعني لهم الأولوية في كثير من المواطن إلا فيما ورد في بعضها. فالزوج له حق على زوجته، إذا قامت الزوجة بهذه الحقوق فإنها أولا سترضي ربها وستطيع زوجها. المرأة إذا أتت بالحقوق للزوج ستعيش حياة سعيدة مع زوجها. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ليس على المرأة حق واجب بعد حق الله ورسوله أعظم من حق الزوج. ما هناك شيء أعظم من حق الزوج بعد حق الله وبعد حق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المرأة إذا حرصت أن تؤدي هذه الحقوق لزوجها واستطاعت أن تجاهد نفسها ستقدم حصانات لنفسها عند الزوج. ليش تجدون بعض الأزواج، ما هو الكل، البعض يتزوج لأشياء يريدها، إما لأن الزوجة ليست طائعة مثلا أو أن في شيء، وبعض الأزواج زوجته طائعة وعلى خير لكن يريد يتزوج. ما هو كل من تزوج نقول بسبب نقص، لا، هناك من يتزوج لأن في فراغات يريد أن يسدها، وهناك من يتزوج رغبة في التعدد، وإن كان الذي عنده في البيت فيها خير كبير وهي على خير وقائمة بالمطلوب لكن يريد أن يعدد وأن يزيد. لكن مرادي الزوجة إذا حرصت أن تأتي للزوج بالحقوق التي جعلت لها ستكون في سيرها معه في سير سديد. فمن الحقوق التي للزوج على الزوجة أن تعلم أن له القوامة عليها. قال الله: الرجال قوامون على النساء، الرجال قوامون على النساء، لكن بعض النساء تريد تكون العكس، هي التي لها القوامة على الرجل، وهذا مما يؤثر في الحياة الزوجية ويؤثر في العشرة الزوجية. يا أيتها الزوجة احرصي أن تكوني ممن تعلم أن زوجها هو الذي له القوامة عليها. القوامة عليها في الأمر وفي النهي، هو الذي يأمر وينهى، وهو الذي له الأولوية في الخطاب من جهة الفعل والترك، وله الأقدمية في الفعل والترك. هكذا جاء ديننا، ليس كما يقوله أعداء الإسلام أن هذا إذلال للمرأة، لا، فالمرأة معززة في دين الإسلام ومكرمة في دين الإسلام، فهي معززة وهي بنت، وهي معززة وهي أم، وهي معززة وهي خالة وعمة وجدة، ولها ما لها في الشريعة الإسلامية. لكن الله لما جعل للزوج الحقوق التي عليها هذا من المحافظة عليها. فمن حق الزوج على الزوجة أن تعلم أن له القوامة عليها. بعض النساء الزوج لا يريد أن تخرج وهي تخرج، لا، من حق الزوج أن تعلمي أنك لا تخرج إلا بإذنه. هذه من قوامة الرجل على المرأة. بعض النساء تظن أن هذا تحكم، لا، بل هذا من القوامة الشرعية التي جعلت للزوج عليك، فلا تخرج المرأة إلا بإذن الزوج. ومن حق الزوج على الزوجة أن تحفظ نفسها وأن تحفظ ماله، فالمرأة تحفظ نفسها فلا ينظر إليها الرجال في خارج دارها وهي على زينة وجمال، بل المطلوب أن تحفظ نفسها إلا لزوجها. تجد بعض النساء إن كانت في البيت مقلوبة حفاء، ما يجد الزوج منها إلا الرائحة، رائحة البصل والثوم،
وإذا أرادت تخرج تزينت وتعطرت وتجملت. من حق الزوج عليك أن تحرصي أيتها المرأة أن الزوج يرى منك المحافظة على نفسك وعلى ماله، فلا تخرج المرأة إلى خارج بيتها بالعباءات الفاتنة الضيقة، ولا تخرج بالبراقع الملفتة، ولا تتسبب في تطلع الرجال إليها، لأن من حق المرأة، من حق الزوج على الزوجة أن تحفظ نفسها، ليس فقط من ارتكاب جريمة أو من ارتكاب معصية، بل هذا واجب، لكن أيضا تحفظ نفسها فلا ينظر إليها الرجال وهي على زينة، وهي لابسة الألبسة الفاتنة، أو لابسة الألبسة التي لم يأذن بها الإسلام، أو لابسة الألبسة التي يتطلع إليها الشباب، بل هذا من الفتن التي لم تقم المرأة بحق الزوج. من حقه أن تحفظ نفسها أيضا في جوالها وفي صورها. من حق الزوج أن المرأة تحافظ على نفسها في كتاباتها ورسائلها. تجد البعض، بعض النساء عياذا بالله، ربما في هذا الجانب قد تتساهل، وهذا يسبب إضرارا بالمجتمع كله. فتحافظ المرأة على جوالها، فإن وصلتها رسالة من الذئاب البشرية لا ترد، بل تعطي الزوج وتخبره، ليعلم الزوج أن هذه المرأة محافظة على نفسها وتقوم بحظر من يراسل أو يتكلم. هذا من المحافظة، من محافظتها على نفسها أنها لا تتصل لرجل أجنبي. درء للفتنة، بعض النساء ربما تتساهل في هذا الأمر وتقول هو من وراء حجاب، ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن. فمن حق الزوج على زوجته أن تحافظ على نفسها وأن لا تخرج من بيتها إلا بإذنه. تجد بعض النساء سارت عندها عادة متعودة على هذا الأمر، بعد العصر ربما تخرج أشياء للجيران، عند فلانة عند فلانة. يا أيتها الزوجة، من حق الزوج إن أردت أن الله يحفظ الزواج ويبارك فيه ألا تخرج المرأة إلا بإذن الزوج، وأن تحفظ نفسها وأن تحفظ مال الزوج، تحفظ نفسها في خروجها وبقائها في حياتها كله، لحقوق. وأيضا من حقوق الزوج على زوجته أن تسعى لإعفاف الزوج، أن تسعى لإعفاف الزوج. الزوج له حق أن المرأة تسعى لإعفافه. قال صلى الله عليه وسلم: تزوج الودود الولود. الودود التي تتودد إلى زوجها وإلى بعلها. الإسلام يحرم أيما امرأة دعاها زوجها إلى فراشه فأبت لعنتها الملائكة حتى تصبح. تعف الزوج، احتاج الزوج إليها، لا تقل لا إلا بعذر شرعي، كأن تكون حائضة أو بضرر ينجم في بدنها. أما أن المرأة تبقى الزوج لا تعفه، هذا مما قد يوقع بعض الأزواج في الحرام وفي التطلع إلى الحرام وفي مشاهدة الحرام، بل ربما ارتكب الجريمة وهو مزوج لأن زوجته لا تسعى لإعفافه. هذا حق شرعي أن المرأة تقوم بإعفاف الزوج وتحرص على ذلك وتؤدي هذا الحق كما شرعه الله عز وجل، وأن يكون الإعفاف في الأماكن المباحة شرعا، أما في الأماكن المحرمة فلا. فهناك من وصلت به الدناءة والقذارة أن يأتي المرأة في غير المحل الشرعي، هذا لا تطيعه الزوجة ولا يجوز أن تطيعه، لأن هذا من كبائر الذنوب عياذا بالله سبحانه وتعالى. ومن حق الزوج على الزوجة
أن تحرص الزوجة على أن تتزين له لتعفه عن الحرام. تجد بعض النساء ربما هي في بيتها لا تتزين لزوجها، وهذا حق شرعي أن المرأة تتزين للزوج. هناك من الأزواج من يبقى في بيته لا يجد من زوجته التزين الشرعي، فيخرج إلى الأسواق فيجد بعض النساء على ألبسة فاتنة، فربما بقي يتطلع إلى نساء المسلمين، وربما سال وجعل بصره يتطلع إلى الحرام، والسبب في ذلك أن زوجته في داره وفي بيتها لم تسعى للتزين له. هذا حق من الحقوق أن تتزين له. فالمرأة في بيتها مع زوجها تلبس ما تشاء، وهذا دين وشرع أباحه الله، بل من الأمور المستحبة في هذه الشريعة أن المرأة تسعى لإعفاف الزوج. فلا ينبغي للمرأة، بعض النساء يا إخوة إذا كانت ستخرج عند أعراس أو ستخرج عند النساء للزيارة، ربما تبقى على المرآة دقائق وعشرات الدقائق وربما ساعة، وهي تصلح منها هنا والوجه تسوي له منها هنا والخضاب كذا والنقش كذا، وإذا كانت عند الزوج معه منه معه منها أرقام معدودة 1 2 3 وانتهينا. الزوج أحق أن تتزين له، الزوج أحق أن تقف أمامه امرأة لتعفه عن النساء ولتعف بصره عن الحرام ولتعف بصره عن التطلع إلى الجوالات. كم من الشباب من هو مزوج لكنه يتطلع إلى الفيديوهات المحرمة في الجوالات، ويسعى أعداء الإسلام إلى الحرب الناعمة على شبابنا ومجتمعاتنا وأفرادنا بسبب هذه الفيديوهات الساقطة الساخبة. فيبقى شبابنا يتطلعون لأنه ينظر أن أمامه امرأة لا تهتم بذلك ولا ترعى ذلك ولا تحرص على ذلك. حق شرعي أن تسعى أمام الزوج وأن تظهر للزوج بالمظهر الشرعي وبالأمور التي تحبب نفسها إلى زوجها، الودود التي تتودد في خطابها إلى زوجها وفي كلامها مع زوجها وفي خطابها مع زوجها، لا بد أن تسعى المرأة لذلك. وهذا في ديننا وفي شريعتنا، وهذا جاءت به الشريعة الإسلامية، سعي المرأة لإعفاف الزوج ولرضا الزوج ولما يحبب الزوج إليها. ومن حقوق الزوج على الزوجة أن ترضى به كما قسمه الله لها. ارضى بما قسم الله لك تكن أعبد الناس، هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالمرأة إذا تزوجها الزوج ترضى به كما هو في بدنه وفي ماله. بعض النساء تتزوج، ربما تزوجت بفلان ويكون الزوج في عينها كبيرا عظيما لأنه هو الزوج، فلا تبقى تتطلع إلى الرجال ولا تبقى تنظر إلى الرجال ولا تسمع إلى كلام النساء. تجدون بعض النساء هن السبب في إفساد الأسر في البيوت، إن زوجك كذا وزوجك كذا، تخرج بصورة وترجع إلى البيت بصورة، تخرج من بيتها وزوجها في عينها كبير، وترجع من النساء وزوجها في عينها صغير، وما علمت نحن قسمنا بينهم معيشتهم. فالله هو المعطي وهو سبحانه وتعالى المهيئ، فلترضى المرأة بالزوج ولترضى المرأة بالمعيشة التي هو الذي هو عليها الزوج. بعض النساء ما ترضى أن تبقى مع زوجها على معيشته التي هو عليها، إن كان ذا مال نظرت إليه بعين كبيرة، وإن قل المال استضعفته واحتقرت. سبحان الله، إن كان لا يمر الهلال والهلالان أي الشهر ويمر الشهر الآخر وما يوقد في بيت رسول الله طعاما
إنما هما الأسودان التمر والماء. أما النساء إلا من رحم الله لا تنظر إلى البقاء مع زوجها على معيشته التي هو فيها، لا، فعلى المرأة أن ترضى لتعيش مع زوجها على القليل والكثير، على العطاء والمنع، إن تيسر أعطى وإن لم يتيسر عاشت معه على ما أراده الله. فليست أفضل من عائشة، وليست أفضل من نساء رسول الله، وليست أفضل من فاطمة بنت رسول الله، وليست أفضل من بقية نساء الصحابة. فقد عاشوا على قليل من الدنيا، يربطون على بطونهم الحجارة من الجوع. أما أن تبقى المرأة إن أعطاها زوجها رضيت وإن منعها غضبت، لا، من حق الزوج على الزوجة أن ترضى بالزوج كما هو، ومن حق الزوج على الزوجة أن تعرف له قدره ولأهله ولأبيه وأمه. هناك من النساء من تزوج الزوج وزوجه أبوه عليها وفرح بمقدمها وبذل ما بذل من أجل إيصال هذه الزوجة إلى زوجها، فما أن وصلت إليه إلا وعطلت عقله عن أبيه وأمه. مصيبة كبيرة. تحسن المرأة إلى أبي الزوج وأمه، من حقه عليك أن تنظر إلى أبيه بعين الإجلال وإلى أمه بعين الإجلال. تظن بعض النساء أن إساءتها لوالد زوجها ولوالدته أن هذا نافع لها، لا، إذا عصى الولد الأب وعصى الولد الأم أنت المتضررة بالدرجة الثانية بعد الزوج، لأن الأب والأم إن دعوا على الولد تضرر الولد وتضررت الزوجة والأولاد، وصارت العقوبة ليست على الزوج فقط بل عليك بالدرجة الثانية وعلى الأولاد بالدرجة الثالثة، وعيشتكم وحياتكم تتغير. فرب دعوة والد على ولده غيرت مجرى الحياة عليه كلها. احسني إلى أبيه، توددي إلى أمه، اسعي إلى إرضاء أبيه وأمه ليصبوا عليه الدعاء صبا، فستستفيدين وستعيشين. وإذا كنت السبب في تفرقة الولد عن أبيه وأمه هنا الإضرار، هنا الأخطار، هنا المصائب ستتوالى على الأسرة كلها. فاحسني إلى أبيه واحسني إلى أمه، وابذلي ما تقدرين من إطاعته لهما، حثيه، رغبيه، شجعيه. أما أن تتزوج المرأة بالزوج وتحطم معنوية الولد عن أبيه وأمه، هذا رجل غير مدرك، ووافق امرأة غير موفقة، فظلمات بعضها على بعض، وإلا فالأب والأم لا مساومة فيهما. هذا من حقوق الزوج على الزوجة. أيها الإخوة، ومن حقوق الزوج، أختم به من أجل أن ننتقل إلى الحقوق الأخرى للوقت، ومن حقوق الزوج على زوجته أن تحرص الزوجة على إرضاء الزوج. إذا غضب كما في الحديث تقول لا أغمض عيني حتى ترضى، هذا حق. بعض النساء إذا غضب الزوج يغضب وهي غير مبالية، يغضب وسواء رضي الزوج عنها أو غضب هما سواء. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول للمرأة إنما هو جنتك ونارك، أي هو السبب في إدخالك الجنة أو هو السبب في إدخالك إلى النار. إذا غضب الزوج ليست من الذلة ولا من المهانة في حق المرأة أن ترجع إلى زوجها وأن تطلب رضا زوجها وأن تسعى إلى رضا الزوج، ليس هذا من الذلة، بل هذا من علامة حسن العشرة أن ترجع وتطلب رضا الزوج وأن تسعى لإرضاء الزوج عنها، هذا من العشرة. حتى بعض الآباء والأمهات صار كبار في السن، المرأة أحيانا وهي كبيرة في السن والأب كبير سن، الزوج كبير سن، ما تبالي بغضبه، لا، تسعى المرأة لإرضاء الزوج، تتودد له، تحرص على إرضائه، تحرص على إطفاء غضبه، تحرص على تهدئته. إن رأته غضبان إرت ونار، إيش يولد؟
احتراق صح؟ ما عرت ونار سوي أو نار على نار إيش ولد؟ احتراق. بعض النساء ما عندها هدوء، ترى الزوج غضبان تقع غضبان مرة غضبانة مرتين، هنا يولد. بعض النساء ترى الزوج يقول سأطلق، قال اطلق. بل بعض النساء تتحدى الزوج، ترى الزوج مشتعل، الغضب في قلبه يغلي، وهي تزيد على النار تصب البترول ليزيد في الاشتعال. لا، تريد حياة زوجية وعشرة زوجية، اسعي لها، اسعي لإرضاء الزوج، اسعي لتهدئة وضع الزوج، اسعي بكل ما تقدري إلى أن يرضى الزوج، وابتعد عن أسباب الغضب ومواطن الغضب، فهذا دليل على حنكة المرأة وذكائها. فالمرأة هي التي تأسر الرجل بذكائها وحرصها على إرضائه، هذه المرأة الفطنة اللبيبة التي تسعى لكل ما يرضاه الزوج، ولكل ما يحبب ما يحبه الزوج، ولكل ما يرغب إليه الزوج، تسعى لهذا كله. ستجد أنها قد ملكت هذا الزوج وعفت بصره وتفكيره وعقله عن غيرها. هذا من حقوق الزوج على الزوجة. أيها الإخوة، بقيت هناك حقوق، لكني أريد من باب العدل أيضا أن أنتقل إلى حقوق الزوجة على زوجها. أيها الإخوة الكرام، النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مر في ذات ليلة ثم قال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. تعرف خيرية الرجل بخيريته مع أهله. فمن حق الزوجة عليك أيها الزوج أن تعلم أن من علامة خيرك إذا كنت صاحب خير مع زوجتك، ليس بكثرة المال والعطاء، وإنما بحسن الأخلاق. فمن حق زوجتك أيضا عليك أن تكون صاحب أخلاق حسنة معها. بعض الأزواج هو خارج مع الرجال في مشاكل وفي كلام يأتي يخرج غضبه وإزعاجه في داخل البيت. يا سبحان الله، دع غضبك في الباب، دع غضبك في الباب، دع سخطك في الباب، دع إزعاجك في الباب، وادخل إلى أهلك كزوج. فما بينك وبين الرجال لا تطفئ حرارته عند الزوجة وغضب الزوجة. وعلى الأولاد اطفئ غضبك في الباب، واجعل ما تعمله مع الرجال من خارج باب الدار. حسن أخلاقك مع أهلك، حسن أخلاقك وألفاظك مع أهلك، هذا دليل على حسن نبلك وحسن تعاملك. قال الحسن من ساس أهله ساس دوله. فتعامل بالمعروف. الله يقول وعاشروهن بالمعروف. فمن حقها عليك أن تعاشرها بالمعروف، في لسانك، في كلامك، في خطابك، عاشر بالمعروف. يا إخوة، صار بعض الرجال مع أهله في تعامل سيء، إن أغضبته سأطلق، هل هذا من الأخلاق؟ إن أغضبته سأفارق، إن أغضبته سأتزوج. وربما تجدون بعض الأزواج خمسنوا عديدة وهو يهدد الزوجة بالزواج، ويظن أن هذا هو الحل الأمثل لتهدئة وضعه معها، وما يعلم أن هذه أمور تورث عدم الثقة به وتورث عدم حسن العشرة. فتظن المرأة أن بقاءها مع الزوج هو بقاء مؤقت. هذا من الأخطاء. التهديد بالطلاق ليست علامة على الذكاء وليست علامة على النبل، والتهديد بالزواج ليست علامة على الذكاء، بل احرص على أن تعاشر بالمعروف كما دعا الله ورسوله إليه. ومن حق الزوجة على زوجها الصبر، أن يصبر عليها. ولهذا قال الله عز وجل في كتابه الكريم إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وهو القائل صلى الله عليه وسلم ومن يتصبر يصبره الله. والمرأة كما في الحديث خلقت من ضلع أعوج، إن ذهبت تقيمه كسرته، وإن أبقيته كما هو عليه بقي أعوج. إن أعوج شيء في الضلع أعلاه. ليش أعلاه؟ المرأة
غالبا عوجها في اللسان أعلاها. فانظروا إلى التمثيل النبوي، فاصبر على أهلك. بعض الناس ما عنده صبر على زوجته، من خطأ يحدث، من زلة تجري، من موقف يحدث، بعضهم ما عنده صبر. ممكن يصبر على زملائه وعلى أصحابه، ممكن إن غضب عليه أحد من زملائه حرص على إرضائه وتودد إليه، وزوجته في داخل البيت إن أخطأت خطأ واحدا ملأ أجواء البيت سبا وشتما ولعنا، بل ربما لعن أباها وأمها وإخوانها، بل ربما وصل به السب إلى ما هو أكبر من ذلك. أين الصبر؟ المرأة خلقت من ضلع أعوج. تعامل بالصبر مع المرأة في البيت، تعامل بالتريث مع المرأة في البيت، هذا حق لا بد أن تتعامل به، لأن المرأة ليست كالرجل في الصبر والتحمل، لأنك رجل وهي امرأة ضعيفة، فصبرك على أخطائها وتحملك على لأخطائها هذا من الحقوق. تجدون بعض الأزواج إن اختلف مع زوجته أول ما يحصل التبليغ للأب وللأم، ربما بقي يتصل ووضع المهدمات على زوجته أمام أبيها وأمها وإخوانها وأخواتها، وجعلها بعد الشموخ والعزة في محل ضعف وانهيار أمام أهلها. اصبر على أهلك، تحمل ما يأتي من أهلك، فهي علامة على حنكتك وذكائك وفطنتك. أخطاء زوجتك احرص على إصلاحها. بعض الأزواج إذا حصل الخطأ ما يرضى، ما يحب أن يصلح خطأ زوجته بالصبر والتعليم، لا، مباشرة. أخطاؤك مع أهلك لا تخرج من باب البيت إلا فيما عجز عن إصلاحه. لا تنهر المرأة أمام أولادها، ولا تقهر المرأة أمام أولادها، فإن قهرك لها أمام أولادها إضعاف لمكانتها في نفوسهم. لا تؤذي المرأة أمام أبيها وإخوانها، فإن إذلالك لها أمام أهلها وإخوانها كسرة في ظهرها. تعيش في محل ضعف، فهي ناظرة لك بأنك بمثابة الجبل تتكئ عليه، فإذا وصلت إليها وأهنتها أمام أهلها وأمام أقربائها أضعفتها وأضعفت أملها فيك. اصبر على المرأة وتحمل ما يجري من المرأة. ومن حقوق الزوجة على زوجها أن يحرص على أن يطعمها مما يأكل، أن يطعمها مما يأكل، وأن يعطيها مما أعطاه الله. يا إخوة، بعض الأزواج ولا حول ولا قوة إلا بالله مع أصحابه في المطاعم، ومع زملائه على البوافي، ومع أصدقائه في رحلات، وزوجته تتجرع المتاعب في داخل بيته، لا يعلم بحالها إلا الله. أطعم زوجتك مما أعطاك الله، احرص على زوجتك. عندك شيء لا تبخل على أهلك، ما عندك شيء ترضى هي بما ليس عندك، لكن أن تبقى مع الأصدقاء والأصحاب والزملاء من مكان إلى مكان ومن حال إلى حال، وزوجتك تعاني في داخل البيت، هذا من ليس من إعطائك الحقوق التي لها. ومن حق الزوجة على زوجها أن يحرص أن يظهر أمامها بالمظهر الحسن. بعض الأزواج يظن أن تزين المرأة له هو الواجب أو هو المطلوب، أما هو لا، ليس هذا من الحقوق لها. قال ابن عباس رضي الله عنه: إن كنت لأتزين لها كما أحب أن تتزين لي. فحرص أن تكون في بيتك محل تزين لزوجتك كما أنك تحب أن تتزين لك، فهي لها ما لك من الرغبة والحب لهذا الشيء، لكن أن يبقى الزوج منتظر لها أما هو لا يهمه، ليس هذا من الحق الذي لك، بل أنت مطالب أن تعطي هذا الحق كما أنك تطالبها به، وأن تحرص على إعطائها هذا كما هو الحق لك عندها هي تطالبك أيضا به. ومن حق الزوجة على زوجها أن يحرص الزوج على إعفافها. عف الزوجة
واحرص أن تكون حريصا على إعفافها بكل ما تستطيع وتقدر وبكل ما لديك من قوة. مطلب شرعي أن تحرص على ذلك. ومن حق الزوجة على زوجها أن يحرص الزوج على البقاء مع أهله وأولاده وذريته. هناك من الأزواج من يبقون على آلات الجوالات الساعات الطويلة، هناك من الأزواج من عكفوا على الواتساب وعلى الفيسبوك وعلى تويتر وعلى غيرها ربما الساعات الطويلة، وزوجته منتظرة له لتراه، وزوجته منتظرة له لتسمع الكلمات الطيبة منه، وزوجته متهيئة له وهو لا يزال في وهي لا تزال في صالة الانتظار منتظرة له في غرفة أو في نفس الغرفة: يا فلان يا فلان انتظري معي فلان وسأراسل فلان، ويتراسل مع أصحابه وأصدقائه وزملائه وخلانه، وزوجته في داخل غرفته تنظر إليه كأنها جدار أمامه. اتق الله اتق الله، هذه زوجة لها حق. الواتساب له وقت، معك فيسبوك معك أوقات، أما من الصباح إلى الليل معك أعمال وفي الليل توفي فوق الواتس لأهلك، عليك حق. أين حق الزوجة أن تبقى على هذه الآلات طيلة الليل؟ بل يا إخوة تجدون بعض الأزواج صار يراسل في جواله ويراسل الأصدقاء والأصحاب، وزوجته تنظر إليه وهو يضحك مع الأصدقاء والأصحاب، وزوجته في حالة ناظرة منتظرة له وهو غير مبال بها. اتق الله، أحسن المعاملة مع أهلك. ومن حق الزوجة عليك أن تعف نفسك عن غيرها في باب الحرام. يا سبحان الله، ربما تجدون بعض الأزواج سار ممن عنده الطوام، ربما يراسل بعض نساء المسلمين، ربما يراسل بعض النساء وزوجته أمامه أحلها الإسلام له، لكن الحرام زينه الشيطان، والحلال قذف الشيطان في قلبه تهدئته. عف بصرك عن الحرام، عف نظرك عن الحرام، عف يدك عن الحرام، عف قلبك عن الحرام. جاهد نفسك وارض بما قسم الله لك مع أهلك، وارض بما كتبه الله لك مع أهلك. ومن حق الزوجة على زوجها أن يرضى بها كما هي. يا إخوة، ذكر ابن الجوزي رحمه الله أن رجلا كان ذا وجاهة في قومه، فمر في طريقه فمرت عليه امرأة فقالت: أسألك بالله أن تتزوجني. فنظر إليها الرجل بعد هذا الأمر وسأل على أهلها وخطبها منهم وتزوجها. قال هذا الرجل: فدخلت عليها فوالله ما رأيت منظرا أشق علي منها. صورة غير مرضية في نظره هو، شاقة. فبقي ينظر، قال: فرأيت حبها لي ورغبتها في البقاء فما أحببت أن أقوم بكسر خاطرها. قال: فبقيت معها نحو من 15 سنة ووالله ما هناك أبغض إلي منها. ده عمر طويل، لكن ما أحب أن يكسر بقلبها وخاطرها فيه، وإن كانت لتتزين له ولا يريد أن يراها، ولعله أن يكون في الخارج أحب إليه من أن يكون في الداخل، لأنه يدخل إلى البيت في غمة وكربة، يبقى خارج الله أعلم إلى متى ويروح. قال: حتى ماتت بعد عمر طويل. قال: هذا من الأعمال التي أرجوها لي عند الله. ارضى بزوجتك. بعض الرجال أعطاه الله الزوجة ويسر الله له بالزواج وأكرمه بالزواج، لكن نفسه تبقى تتطلع إلى الحرام ويشاهد الحرام، ونفسه تتوق إلى الحرام ويراسل في الحرام. ارضى بزوجتك كما هي، واقنع نفسك بها، احرص أن تقنع نفسك بها. أنا لا أتكلم عن المباح في الزواج، لا، أنا أتكلم عن من يتطلع إلى الحرام ويشاهد الحرام
وعنده زوجته في داخل داره وبيته. اتق الله، ارضى بالزوجة وعلم الزوجة. قالوا في المثل العربي: المرأة عقلها أين؟ أين عقلها؟ في أذنها. ليس المراد أن العقل فعلا في الأذن، لا، وإنما المراد أن المرأة إن أحسنت إليها في الخطاب ملكت عقلها، والرجل عقله في النظر. فالمرأة إن فعلت ما يحبه الزوج في النظر ملكت عقله، والمرأة كذلك في أذنها. خدعوها بقولهم حسناء، والنساء يعجبهن الثناء. فحرصك عليها بالكلام الطيب، وحرصك عليها بالتودد إليها، هذا من الحقوق التي ينبغي لك أن تحرص على زوجتك، وهذا من حقوق الزوجة على زوجها. من حقوق الزوجة عليك أن تحسن إليها كما سمعت، وأن ترضى بها كما أراده الله. يا إخوة، بعض الأزواج مع زوجته في عيشة طيبة وفي حالة طيبة، فيأتي إليه بعض الشباب ويؤلبونه على زوجته، ويأتون بالكلمات على زوجته، وأفسدوا الزوجة على الزوجة، وجعلوا الزوجة في عين زوجها صغيرة. وهذا هو التخبيب، سواء في الرجال أو في النساء. فاتق الله، لا تصدق في أهلك، وحافظ على أهلك. ومن حقوق الزوجة على زوجها التعليم. علم المرأة، علم المرأة. عندك شيء ضعه على المرأة، اجلس مع أهلك، ناقش وضعك في بيتك. بعض الناس ما عنده مناقشة لحياته الأسرية مع أهله، لا يبقى مع زوجته ليناقش وضعها وتناقش وضعه، ليتداركوا ما عنده وما عندها. لا، هناك من الأزواج من يراكب أخطاء زوجته ويبقيها في قلبه، وفجأة ينفجر. ولو علمها لصلحت أموره الزوجية وعاش مع أهله في خير. فعلموا النساء، وجهوا النساء، وعلموهن ابتداء دين الله. فلو علمتم النساء الدين لكن لكم كما تريدون، ولو تعلم الرجال أيضا الدين لكان الرجال للنساء كما يريدن. فعلموا النساء، احرصوا على التعليم، احرصوا على التوجيه، احرصوا على أن تكون الزوجة لك في محل نظر. عندها شيء بين وضح، احرص أن تجلس معها لتعلمها ولتوجهها ولتلقي عليها التعاليم والتوجيهات، وستمشي معك بفضل الله عز وجل. لكن أن تريد في نفسك أشياء تريدها وما تعلم وما تلقي، من أين ستجد أهلك تفهم ما تريده أنت؟ فعلموا النساء، وجهوا النساء، كونوا أعوانا للنساء. ومن حق الزوجة عليك الغيرة، الغيرة عليها أن تكون صاحب غيرة، هذا من الحقوق. غيرة محمودة لا غيرة مذمومة. العرب يتفاخرون بالغيرة، الغيرة المحمودة. إذا رأت المرأة الزوج يغار عليها علمت حبها في نفسه. فاحرص على أن تكون صاحب غيرة على زوجتك. لا ترضى للزوجة أن تخرج على غير الهيئة المطلوبة، لا ترضى للزوجة أن تخرج على غير ما تريده أنت مما أباحه الله وشرعه. ذكرت بعض كتب التاريخ أن امرأة جئ بها إلى زوجها على الخيل، فلما وصل الخيل إلى الباب ونزلت الزوجة أخذ السيف وقطع عنق الخيل. قطع عنق الخيل لماذا؟ قال: لأن الخيل قد وضعت عليه المرأة، فأخاف أن يصعد أحد بعدها عليه. هذه الغيرة الآن، وإن كانت غير محمودة، لكن غر على زوجتك الغيرة المطلوبة. احرص أن تكون صاحب غيرة، لا ترضى منها بما لم يأذن به الإسلام. علمها الخروج الشرعي والأدب الشرعي، هذا من الحقوق التي جاءت بها الشريعة الإسلامية. وأظني أطلت عليكم قليلا، وبالذات الحري ربما الوقت عليه، كلما تأخرنا يا الله خارجنا الليلة هذا نتخارج، يا الله يختصر أذن نمشي رحلنا. فعلى كل حال أيها الإخوة، هذه نبذ يسيرة، وأظن الوقت إن أطلت فأنا ضيف، خذوها، الضيف يطلع ينزل يسير، يعني الضيف نسامحه،
والأخطاء إن حصلت من الضيف عفى الله عنه، وأسأل الله أن يعفو عنا وعنكم وأن يتجاوز عنا وعنكم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ اليمن بحفظك، ووفق اليمن بتوفيقك. اللهم احفظ أرض اليمن وسماء اليمن وبحار اليمن وشباب وشابات اليمن وآباء وأمهات اليمن وأطفال اليمن. اللهم احفظ بلادنا بحفظك يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم انصرهم على أعدائك وأعدائهم. اللهم عليك باليهود والنصارى فإنهم لا يعجزونك. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبقي منهم أحدا. اللهم احفظنا وإخواننا وسائر عبادك أجمعين. أسأل الله في هذه الليلة أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير. أسأله كما جمعنا بكم في هذه الدار أن يجمعنا بكم في جنة الفردوس الأعلى، إن ربنا سميع مجيب الدعاء. أسأل الله ألا يجعل لي ولكم هما إلا فرجا، ولا دينا إلا قضاه، ولا مريضا إلا شفاه، ولا عائقا إلا هداه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لكل متزوج في أهله، وأن يؤلف بينهم على الخير، وأن يؤلف بين القلوب على الهدى. أسأل الله أن يصلح شبابنا وشاباتنا ومجتمعاتنا، وأن يجعل جمعنا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وحقيقة أنا ما عرفت الوقت الذي هنا عندكم في الدار، لكن أكرر الاعتذار. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.